تمت الموافقة. إلى أي مدى تصنف سيرة القانون والأمن بظل حكومة عادل عبد المهدي؟ سؤال طالما ناقشه العديد من المحللين في الشأن السياسي العراقي مؤخراً واختلفوا في الإجابة عليه، فمنهم من حمله مسؤولية تدهور سلطة القانون وتراجع المؤسسة الأمنية على حساب هيمنة الفصائل والميليشيات المسلحة، ومنهم من راح يجمل مسيرة الحكومة ويبعدها عن المسؤولية بحجة أنها ورثت هذه المنظومة من سابقاتها. اللافت في الأمر أن حكومة عادل عبد المهدي شددت في برنامجها المعلن على رفض الكيانات المسلحة، وزعمت أنها ستعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وبدأت بقرار هيكلة الحشد الشعبي وكأنه بداية حقيقية لتقوية الدولة ومنظومتها الأمنية. لكن الواقع أثبت أن الورق لا يصمد أمام الميليشيات وفوهات بنادقها المنفلتة، وجاءت الاحتجاجات لتكشف هذا الأمر على نحو صادم وباستعراض أعداد الضحايا من المتظاهرين وممن تم قتلهم برصاص الكواتم وخطفهم وتعذيبهم في بغداد وباقي المحافظات. سيجد المراقب نفسه أمام حقيقة تقول أن الدولة في العراق هي بناء هش غير مكتمل، وأن احتمال انهياره قائم ما دامت هذه الفصائل المسلحة تصول وتجول أمنيا وسياسيا. ويرى خبراء في الشأن العراقي أن التجربة الديمقراطية في العراق حرفتها الأحزاب المتنفذة عن مسارها لجهة انغماسها في الفساد المالي والإداري وتقاسم مناصب الدولة التي وصلت حافة الانهيار، ما دفع العراقيين إلى إعلان رفضهم لما يجري بعد أن أصبحوا ضحايا قوى سياسية توزعت ولاءاتها على دول الجوار الإقليمي بنسب متفاوتة كان لإيران حصة الأسد فيها. هكذا ولدت الانتفاضة الشعبية الرافضة للأحزاب وحكومتها، ويبدو أن ثمن هذا الرفض الشعبي يتضاعف يوماً بعد آخر بسبب عناد الطبقة السياسية وأذرعها المسلحة وتمسكها بالسلطة، فقد تم قتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم الذين واجهوا رصاص ما سمي بالطرف الثالث الذي لم تكشف الحكومة حتى اللحظة هويته. لكن العراقيين يعرفون جيداً عدوهم الذي يريد إفشال الاحتجاجات وإسقاط مطالبها التي تشكل في مجملها إعادة الهيبة للدولة والنظام والتجربة الديمقراطية المختطفة منذ 16 عاماً.